بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. نا حلقة نيني نا بنا نيني بنا رقم 4 نكي نرتل مباشرة توقني الحديث نسي خرلد حديث رقم 3 سبب الحديث كابتر رقتي من ارتجابي سنوغن سامح دونوية إن شاء الله من يدنبك حديث سجر لتونوغن حلقة رقم 4 تونوغن منان سبب الحديث في رواية عبد الله بن عمرو أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتقدموا فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدركتهم صلاة العصر فجعلوا يتوضؤون ويمسحون على أرجلهم فنادى صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته يقول ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. وأما سببه في حديث أبو هريرة فهو كان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار، يعني سفر لوانونسك صحابة دي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نشكو قوله ونوفر نقنق صلاة تمام تديبهم صلاة العصر وما ودي سنق النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الله حزق الله قلوا سوى ودي سقاق لككل وما قويها ويل للعقاب من النار يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبب الحديث والقف. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. حديث نسجر لتوناغن نبنا سجر حلقة نسجر لتوناغن إن شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. طيب نحدي سنين أبا هريرة روايحون كذلك أبا هريرة ما نقابني خنديبو ونعكت عبد الله بن سقر الدوسة أكت موضوع حديثه قرأنا قلن بيان شيء من أنواع الطهارة نان أشياء أنبوك طهارت لي نات بيانكم كوك نات وضحتكم كوك نا أشياء نيخي ضروري قلن نا حديث نسجر لي همبراري نين يا وراني إذا تودى أي شرعة في الوضوء وضوء متان توتريو إذا يعني شرط إذا شرع يعني ترسيخ إذا شرع إذا تودع يعني فليجعل فليدع سين وإن لا ميخ أمرت جن لتأكل لتشرب لتذهب ناس فليجعل نسانك يعني استنشاق كما يفسره اللفظ الثاني فيه وقد ذكره المؤلف يعني أقصي نسرع قنبيل استنشاق فالاستنشاق نين نان مفردات قد نبرن شرح إجمالية الانتراكم ثم لينثر منان في الذي استنشقه دينا كده النثر الاستنشاق والاستنثار استنشاق أود في أود أدنق نعصي شيق إذا كلهم تمام سري نبرن في دروسه كده استنثار يخي نان سقط قم دروا لهم نابره في دروا كلهم قم بيرد معناها قن نابرها نابر تراح برا كلهم استنشاق قن نينا استنثار قن واستجمار ورانا قن تمسح في غبله أو دبره بالجمار وهي الحساة ليزيل ما عليها من ودر البول أو من أثر البول أو القائد. استجمار استنجاء عكسوغن استجمار مثلا لا كدن فاق أقشاخ النيني كدن مبوغن برا مبوغن لازم وتر أخرشاخ وتر ورنقن لا خلد سيخوا أمكوا لنغتا إن عدد إن وتر دائما لينغت القسمة السقا بلاغ حقون بنا انغت كامل أكون سك نيجي نعداد الفردية ناوجن لاخ سيخوا أمكوا لغتا ساسا شكلاخ نهبري ما نسبت ند إنسان استجمار إساخ برا كدن في حاجتني وقضاياخ يعني حاجتني قضاء الحاجة فرق برا شقيرة عن شقها وآخن شق كدن آخن نمتان نتفرق ما استجمار إساخ لازم سيخوا
سان عدد أقرأ شخص يهو كرنا أمكا كرنا لغتا كرنا لازم وتر أقرأ شخص يكون النبي صلى الله عليه وسلم فليوتر، فليجعل استجمار وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا حسب ما يحصل به الانتقاء. يعني كذلك أن لام أمر دقنين هون إذا استيقظ إذا انتبه قنجيل قويسانك فليغسل انقاس نعم تسيب وضوء طهارة يديه أو كفيه نعم لاقش الإناء إن إراكوك معونق قدو نيثلك ثلاثا مفعول مطلق يغسل أي ثلاثة سيخو مرة انقاس رشاق الله قويسانك نعم معون لتوزقي إن إراكو لتوزقي نعم تسنيو سبرا سيخو مرة انقاس رشاق. فإن أحدكم لا يدري لا يعلم إرلاني يعني نانيق وات كيت باتت يده وات كرد نانكو يعني باتت يده كانت حين نومه وات رقدت قنجروان تروزق نانكو ورأس بقرت وات كرد أرلاني ما نسبت ند طوال مباشرة ونجرجر جرالي وروك وزي ورقال إن سنعات إن يلد وديس نقلت أدقجا أفقني بناند أول شيء برا نانسسي سيخو مرة انقاسنو لهم شانهون سيخو مرة انقاسنو عند الدنبك ندنبك أدركوا بهم مثلا ما نوريو قدام راكويلد أدركوا مثلا أبريك كميغي خورو ماسولد كميغي خورو غالي كوريت كمان وري غالي وري جرد الآكان إنسان عد نلد ودهي سراو نانت ستوار تباق سرا توسقر ديبو برا انقاسرو لهم سيخو مرة ندنبك أدرا وري مدمدات أسرق وري استنشاق رستنساق رسرق ما ندنبك ودوك خلوة سندوك فليستنشق فليجذب الماء بأنفه بنفسه إلى باطن أنفه جوا هذا شيء ين اللهم نهم فليستنشقن بمن خريه نا قم ففنيوقن فتحت نرخدقن إجمالا حديثه وليل قابكن نجمال حديثه سيخوصا عتنبك نال قابكن إذن بيا فوائد نيولي فرنوقن إن شاء الله من كمال الشريعة نعن شرس نعن شرح سنك نين سنك كلهم نعم بلينت نعن ينون لهم قن شرح نحجز الإجبار مول الله وكلي ما فوائد لفرنوقن إن شاء الله لاقش. من كمال الشريعة الإسلامية وعنايتها بالطهارة أنها استوعبت جميع أنواع الطهارة المكملات لها. وفي هذا الحديث يرشد النبي صلى الله يرشد النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث أنواع في كمال الطهارة والاحتياط لها. الأول في تكميل طهارة الوجه في الوضوء بأن يستنشق الماء أي يجذبه بنفسه إلى داخل أنفه ثم ينثره إلى خارجه ليطهر بذلك داخل أنفه. والثاني في الاستجمار وهو التمسح في القبل والدبر لإزالة أثر الخارج فكماله أن يقطعه على الوتر. فإذا أنقى بثلاث اقتصر عليها وإن أنقى بأربع مسحات زاد خامسة وهكذا ليكون منتهاه الوتر كما هو الشأن في كثير من الأمور الشرعية أن تنتهي على وترين. الثالث في قصل اليد بعد القيام من النوم قبل إدخالها في إناء الماء وشبهه من السائلات أمر صلى الله عليه وسلم بقصلها ثلاثا وبين حكمة ذلك بأن النائم لا يدري أين باتت يده. فوائد الحديث ولن يقنان من فوائد الحديث سنين أمكوا والتسن عدم اللاري طلب استنشاق الماء إلى داخل الأنف ونثره منه في الوضوء ومحله قبل غسل الوجه وهو من تمام غسله فيكون فرضا كغسل الوجه. نستنشاق نين طوالي لازم قن ضروري قن ما نسبتني نين واجب قن لاري قن استنشاق سي نستنشاق سي شيق ينا مثلين تهين قنين ابو مرتبة درد مرتبة فرد قصل الوجه لي توقن. طلب قطع الاستجمار على وتر ولو أنقى بدونه والواجب الإنقاء. طبعا يعني لا استجمار إذن برفا كرند وركاند ورقلت لينقد دكان دفن لازم إني دمستق سيخرس قدرشاق لازم وتر أخرشاق نينا مشروعية مبديب ورسيخا ورأمكا ورلينقد تخرشاق ندفن دوكا لازم ان وتر دونسترو شاخ
اثنين لياقة. سي أخواني، طلب غسل الكفين القائم من النوم 3 مرات قبل أن يدخلهما إناء الماء وشبهه من السائلات. سي أخواني كده يعني قرصنك تراود ناس أبغى أقصر توزقري برا انقاسك نينر فائدني تفرحون أبو. سجري أن الحكمة في ذلك كون النائمة لا يدري أين باتت. ورنقن الحكمة طيب أن قاس نين الدغنة سي أخو مرتين أنغا وريخ نغن جرقاخ واتكريتنا أني أخوار الله نهب بيانوخ النبي صلى الله عليه وسلم أنكري حسن التعليم، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ربط الحكم ببيان حكمته ليزداد المكلف إيمانا به ويتبين بذلك سمو الشريعة وكمالها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنسان عسى ذكر سنة كله أن حكمتني يخد ذكره كله ما لاقش ربط كله رنقن مكلف واجب تقربه أنا لسه نعصره له نينا أكان سريعة توخ نرفع الدين السمودي نرمرتب الدين الحلو بكبيرة من رأي آخرت نا كانيس وكمال مبقديبة كاملة من شريعة نا أشياني الود حقنا النبي صلى الله عليه وسلم نيسا نقود كمال الشريعة الإسلامية بالعناية بالطهارة والاحتياط لها. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بكمال الشريعة بالعناية بالطهارة والاحتياط لها. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.